رجعنا بعد الفاصل لنستقبل السيدة الإعلامية الجميلة أستاذة عبقال أحمد، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك، نورتي الاستديو العدالة. تسلمين. وبرنامج عسيف. في البداية أنت كاتبة في جريدة الغبس من عام 1992. نعم. شو العلاقة الحميمة من 26 سنة ولليوم وما زالت علاقة حميمة، كلمينا عنها. هذه اسمها ولاء. يعني أنا بالبداية بلشت معهم، طبعا ما بلشت بهالقوة هذه، أكيد بلشت كنت متواضعة يعني في الكتابة. افتحوا لي الصحيفة، انتقلت من صفحات داخلية، وبعد ما وثقوا في أسلوبي في تأثيري على مثلا مواقف معينة رقوني ورحت الصفحة الأخيرة. يعني الحمد لله قاعدين نكتب بدون أجر، ونكتب بدافع وطني ودافع حب إن الواحد يلفت نظر إلى قضايا معينة لعل وعسى. لما تشوفين ردود الفعل وتشوفين بالفعل إن الناس متواصلة وتقدرش وتقدر اللي تكتبينه، سواء أنا أو كل الكتاب الآخرين، تحبين وتصرين على مع أن بعض الأحيان في أشياء تكتبينها ما تطلع وتحمقين وليش تقصقص إيه في تقصقص بعض الأحيان إيه، بس خلاص يعني تعتبر نفسك جزء من هذه الصحيفة سواء القبس أو غيرها. أنا أتكلم حتى الكتاب الآخرين في صحفهم أعتقد أنهم يعتزون فيها ويدينون لها بالكثير. أنا أدين للقبس حقيقة لأنها عرفتني لمجاميع عالية ووضعتني في مستوى معين الحمد لله في داخل مجتمعي. أستاذ أقبال، ما شاء الله مقالاتك عناوينها دائما رنانة، أنا لفت انتباهي وكنت بسأل أول سؤال، أنا إقبال الأحمد. إيه ايش كنتي تحوين في هذا؟ انا قبل احمد، انا لما كتبته شلت شوي يعني قلت اكيد بالناس تقول الله شايفه حالها. ايوه هذا من الزايده. بس انا قلت شنو قلتها؟ انا قبل احمد انه انا لا اتلون، لا اختبئ وراء اسم مزيف، لا يعني ما لا انا فلان الفلاني وقاعد اقول كذا وكذا وكذا وكذا. هذا طبعا مثل ما تفضلت منبع ثقه مو بشخصي قدر ما هو بقضيتي اللي انا طرحتها. فانا فلان الفلانيه، لانه الان وايد ناس اللي بيطرحون شيء يكون في نوع من الحذر والقوه، يكون في اسماء مستعاره، الاسم الاول والثاني فقط عشان يقول لي يبي. لا انا بالنسبه لي انه هذا أنا وهذا خطي. استاذه قبال، جت لك انتقادات وايد على هالمقاله؟ لا بالعكس، ما جتني انتقادات، جتني يعني استحسان انه فعلا هذا اللي قاعد يصير، وفعلا هذا اللي قلتي وهذا اللي قاعد اشوفه انا، انه دائما تتحدثين كما نحن نرغب ان نقول، قاعده تطلعين اللي بقلوبنا، لان مثلا في كل كاتب عنده القدره على انه يحول ما في داخله من مكنون الى سطور يقرأها الكل، وكل ما كان طبعا المقال بسيط بكلماته، سهولة الدخول بدون ما تعكين وتلفين على ما توصلين اللي تبين، يكون القارئ تعب هد مل وهد الجميع. فهذا وايد مهم في كل مقال، مو مقالاتي أنا، أتكلم على أي مقال ناجح، إنه يعرف شون يوصل مثل ما تفضلت أنت، العناوين رنانة. لأن العنوان هو اللي يشد القارئ. صح. إذا العنوان إلى أين وبعدين، بس لما تعطيه بعض الأحيان تكون العنوان خادع شيء والموضوع شيء ثاني، بس اضطريت تقرا لانك تبي تدور هاللي كاتبه وين. راح اقول لك موضوع العناوين بس بعد ما نطلع، لان موقف حصل معي انا في مقوله ان العنوان هو اللي يشد القارئ. طبعا طبعا راح نتكلم وايد في امور خصوصا فيها خص المراه. بس بنشوف هالتقرير. يلا حيا. ما شاء الله تقرير حافل بالسيره الذاتيه، كونه والمجلات اللي اشتغلتي فيها والكتابات، نفتخر فيك احنا اليوم. الله يخليك، تسلم. يعني ما هي مجامله. شكرا. على فعل نفتخر فيك. ايش قاعدين ما يعني شو نسوي طول هالسنين؟ دائما انت تمثليني المراه ما شاء الله عليك، وانا صراحه نصيره المراه معك، وانت دائما تتكلمين عن المراه في العنصريه. لا انا مو عنصريه، انا شوفي دائما سوري قطعت سؤالك. انا المراه كانسانه، كحق انساني، انا عمري ما قلت لان المراه سووا لها شيء لانها مراه، لا لانها انسانه. انا اتكلم عن حق الانسان، بالعكس انا ضد موضوع ان المراه المساواه الكامله. انا اقول في شيء هو طبعا الشغله العضليه، هذا في اختلاف، لكن اللي خلق مخ الرجال هو اللي خلق مخ المراه. فثم الموضوع ما في شيء، اذا في تفكير فانا لا افرق بين الجنس الرجل او المراه. طيب اليوم طلبتي في مقال مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء، وقلتي حتى تشعر النساء بالأمان. صح صح. وين وصل هذا الموضوع؟
أول شيء خليني أتكلم عن الموضوع. الموضوع لما كتبته أنا كتبته بكوني كامرأة وكأم وكجدة أيضا. إن الآن القلق يمكن تتقلق كرجل على الأوضاع الحالية وحالة التذمر ويجب أن نعترف أن هناك في حالة قلق. لكن لما الأم تقلق فهي تقلق على ابنها، تقلق على حفيدها، تقلق على أخوها، في لأن هي السنتر. ومن ثم نبي أحد من كبار المسؤولين يقعد مع المرأة كمرأة أم العائلة ويتحد ويستمع إلى خوفها، إلى ذعرها، إلى قلقها. مو أنا لم أطلب، أنا قلت نحن أو نريد، ما كتبت أريد، لأنه أنا أظل عندي قلم أكتب وأعبر فيه وأقول كل اللي أبي. بس نبي مجموعة من النساء أيا كان، مو أنا اللي أحددهم، هم يحددون أو يعني يقولون إحنا نبي نروح نلتقي مع أحد من المسؤولين، خليهم يسمعون. يمكن تكون المرأة هذه في بيتها، لا هي إعلامية، لا هي سياسية، لا هي صحفية ولا شيء، بيتها وفيها قلق. فهذا اللي أنا قصدته من له. بالعكس أنا سوري، بعد المقال تم الاتصال فيني وإن تفضلي أي وقت. قلت له أنا ما أبي، مو أنا اللي أنا أبي، إحنا نتكلم عن بعض النساء أو الأم كأم هي التي تريد أن هل لقيتي مجموعة من النساء أنها راح تروح تقابله؟ والله أنا ما اتصلت، لأن أنا مو أنا اللي أحدد من يروح أو ما يروح. يعني بالنهاية أنت قد ما توصلين لناس فعلا يحتاجون أن يروحون. هو بالنهاية نرغب أن السلطة تستمع إلى الأمهات، مو النساء الشابات العادي تستمع إلى الأمهات. أنت تكلمتي في هذا المقال في كلمتين، خوف وقلق. شو اللي خايفة من المرأة؟ شو القلق؟ شو الشيء اللي تبيه عشان تطمن؟ انت ايش خايف منه؟ شنو قلق منه كشاب الان؟ من شنو خايف؟ انا حاليا الوضع اشوفه طبيعي. انت كشاب؟ اي كشاب شايفه طبيعي. انت تكلمتي عن المراه اللي قاعده في البيت، المراه اللي تعمل، في قلق. كلمه طبعًا. قلق كلمه مو سهله طبعا، لان شوف لغه التذمر الان اغلبها من فئه الشباب. احنا كجيل عشنا ماضي جميل، الكويت لما كانت جميله. فإحنا الآن لما نتذمر من مستوى معين، أنا أقول في أشياء كثيرة جيدة عندنا. لما نتذمر من أو نقلق بشيء معين، نقلق به على حسب رضانا عن هالبلد، وما نبي إنه إحنا يضيع الماضي الجميل. لكن فئة الشباب لما تقلق، قلقها يختلف عن قلقنا، فيها نوع من الثورة الداخلية. اليوم ثورة داخلية باتش، أنا ما أدري شنو هي. فعشان كذي اللي انا الفتوى كانت بالمعنى هذا. قلق الام بالذات شنو هي تقصدين فيها؟ قلق الام لان هي مسؤوله، هي تحب تشوف ابنها ناجح، لاقي شغل، ساكن بيته، تعليم عالي، خدمه طبيه جيده. هي خلاص الام كبرت وخذت حاصلها من العنايه في المواضيع هذه. ايضا بعد الابناء راح يجي الاحفاد. هذه الامور انه يعني الأم تطمح إلى معاشته أن يعيشون أولادها وأولاد أولادها إن شاء الله. العلة مو بالوزير. العلة مو بالوزير أبدا. هذا الموضوع خذ لقب كبير، وفي ناس ممكن قرت ما استوعبت المقصود. صح. اليوم حسينا يوم قرينا اللقاء اللي صار مع السيد وزير المالية، حسيت أنا كمواطن كويتي كنا إحنا مفلسين. ما عندنا شيء، نتذمر، ما فلوسنا بتخلص، ما عندنا احتياط. أنت شلون رأيتي هذا الموضوع؟ والسر في كتابة هذا المقال حتى توصل الصورة واضحة للناس. حقيقة أنا ما تفاجأت باللي قال الوزير أو بما نشر، وبغض النظر إذا كانت الترجمة دقيقة مو دقيقة، لكن أنا أتكلم عن مفهوم عام. هو في قلق من وضع اقتصادي بالنسبة لأسعار النفط، بالنسبة لعدم إيجاد مصدر دخل بديل للنفط، أكثر أمور كثيرة. من متى إحنا نحط هذه الأسباب؟ من متى؟ من النفط والأسباب هذه موجودة. فاللي قال الوزير اليوم ما هو شيء جديد. يمكن ساء الخانة التعبير في كلمة معينة ترجمت. هذه أمور أنا لا أعرف عنها ولا أستطيع البت فيها. أنا أقول إنه إحنا في دولة يمكن مر عليها نواب ودورات مختلفة ووزارات وإدارات ما مر على دولة ثانية، لأنه إحنا ما شاء الله دورتنا سريعة بسرعة، حتى الوزير ما يمدي يتمقط إلا قالوا راح. فالعلة إنه ما في مسؤول، أنا أتكلم عن مسؤول وجد إن الموضوع اللي هو ماسكه ما قادر يقدم فيه شيء، ما قادر يعطي الحلول، لأن كل شيء متوفر بس هو مو قادر. فأنا حطيت المثل رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. قال يا جماعة
انا ماني قادر، يمكن في واحد ثاني اكثر مني، مع السلامه. انا راح. هذا اللي انا اقوله، العله مو بالوزير، العله بمن هم بالمناصب. قاعد تطلبين اليوم لما يجي وزير يقول لك انا ماني قادر اعطي، ايه يا جماعه انا انسحب. صح، تتوقعين هذا الشيء يصير بالكويت؟ صار مره او مرتين. لا صاروا وين؟ في وزراء ما يوم او يومين او اسبوع وتركوا. يعني حالات نادره. نادره جدا، نادره جدا. او هذه متى كانت؟ ايام العصر الجميل. فما بالك اليوم؟ اليوم هناك مسؤولين، وانا ما بتكلم عن بس وزراء ولا اتكلم عن اعضاء مجلس الامراء، حتى هناك في بعض المسؤولين في مواقع حساسه اكل الدهر عليهم هم قاعدين. استاذ اقبال، لوم الحكومه اليوم؟ طبعا طبعا، الوم الحكومه، الوم الحكومه، والوم ايضا المسؤول، وانا واحد منهم. كنت في يوم من الايام ان انا لما اقعد في منصبي واحس انه انا لا قاعده ازيد ولا انقص ولا اضيف، ولمجرد انه انا قاعده كبرستيج، لا بس هذه وين تلاقينها؟ للاسف، لان الكل قاعد طبعا المنصب لا يعني البحر جمالته والضوء المسلط عليه وكل الامور اللي تاتيك من واقع السلطه اللي انت ماخذها ومحط اهتمام وكذا. مو كل واحد يقبل على نفسه انه يتركها، خاصه اللي ما صدقوا يوصلون. اليوم حتى نختم موضوع المقالات في مقال انا اقبال احمد لا احمز ولا المز. ولا المز. شنو بالرساله تبين توصلينها؟ ان انا واضحه، وانه انا اللي بيقوله طالع من قلبي. وانه اللي بيقوله انا عارفه من اقوله حقه، واللي ابي اقوله هو لصالح الوطن، واللي ابي اقوله ما في مصلحه خاصه ابدا. هذا اللي ابي اقوله، مو بس في هالمقال، هذا بكل مقالاتي. وفي ايضا بعد كتاب كثيرين سواء بصحيفتي او بالصحف الاخر اعتقد فيهم هذا النفس واكثر منه. يعني الحمد لله موجود، والحمد لله احنا قاعدين مثل ما نقول انصارع ونقاوم، يوم يردون علينا، يوم ما يردون علينا، يوم يلبسونا، يوم فتلاقين حتى اللي يقرون يقولون لنا انتم ما مليتوا؟ انتم والله العظيم شاطين عمركم. اقول لهم لا، طالما فيني نفس صحيح راح اكتب. وكثر الدق فتش الحام. وان شاء الله قرب فتش الحام. ان شاء الله. استاذ اقبال راح نعرف كل شيء بقلبك، بس بعد هذا الفاصل بنرجع معاه ان شاء الله. دام ان احنا في موضوع المراه، في وايد تساؤلات قعدتي او قاعد نسمعها وتتوارد، يعني بخصوص منع الشيشه من النساء وهذا تميز عنصري، شنو تعليقك؟ انا طبعا ضد موضوع انه انا امنع الشيشه عن مراه واتركها عن رجل، لانه والله شكلها يا اخي قاعده مع ابوها، قاعده مع زوجها، قاعده مع اخوها وراضيين. انتوا بس هذه عادات وتقاليد استاذ اقبال. ماكو شيء عادات وتقاليد، يعني انا اذا بقول بعد انا عادات داخل مركب سياره اخر موديل وقتها كان حمير ووقتها ما في شيء اسمه عادات وتقاليد. في شيء ناس او فئه معينه بتفرض وجهة نظرها وتكون وصية على المجتمع، وهذا ما هو مقبول. اللي مو واعي لأهمية الصحة وإنه الشيشة تأثر عليه وريحة ومنظر وهذا، هذا هو كيفه. أنا إيش لي شغل؟ يعني اليوم منعت الشيشة، باكر بمنع أشياء ثانية. فأنت مثل ما فتحت الطريق على إنه أمنعه لأنه هي مرأة وأسمح فيه لأنه هو رجل، هذا معناه خلاص أنت راح تفقدين الكنترول على الموضوع. وفيها وصايه على المجتمع. اوكي، لو انا قايله انه انا بمنع الشيشه على الجميع لانها تضر بالصحه وانها تاخذينها من ناحيه صحيه ومن ناحيه، اوكي مقبوله. لكن والله نمنعها على النساء واتركها على الرجال، هذا ما هي مقبوله. طيب، انتقل لمحور جديد وهو محور الاعلام. نعم. وانت شخصيه اعلاميه تغلدتي الكثير من المناصب، نتكلم منها كونه مثلا. نعم. اليوم ما هو تقييمك للحريات الإعلامية بالكويت؟ احنا حرين ولا بدأت تصير عندنا تكميم الأفواه؟ شوف انا يعني طبعا كنت في وكالة الأنباء الكويتية ما قبل الغزو وبعد الغزو. نعم. طبعا لاحظت في تغيير كبير. قبل الغزو كانت مساحة الحرية واسعة جدا. نعم. بعد الغزو، بعد التحرير تقلصت. بس انا اتكلم من منظور لما كنت في كونة. قد تكون بسبب الظروف السياسيه اللي مرت فيها الكويت انها صار في عندها نوع من مثل ما تقول العلاقات مع بعض الجهات اللي ما تبي تتجاوز اي شيء ضدها. هذا انا اقدر هالامور هذه كلها. بس انا لما اجي اليوم واشوف ان هناك سجل للراي، هذا انا ما اقبله. انا اقول اضرب الجيب، حط غرامات عاليه جدا على من
يتكلم او يتحدث او ينقد او يهاجم او لاي كان، واذا كان لسبب يعني قوي جدا غرمه. انما سجن الراي هذا مرفوض، هذا غير مقبول. الكل يجمع والكل يعرف ان هناك تقليص الحريات، ما عادت الكويت مثل اول. يمكن قد تكون هناك ظروف معينة، بس بعض الأحيان إذا قاعد تلاحق تويتر وتلاحق الأمور هذه كلها، أعتقد أنها بدأت تمس كل أطراف المجتمع. يعني اليوم برأيك الصحافة الكويتية تأثرت في السوشيال ميديا؟ طبعاً تأثرت. السوشيال ميديا سحب البساط من تحت الصحافة، مو الكويتية، الصحافة المكتوبة والمقروءة سحب. ليش؟ لأن الإعلام كان سلطة، يسمونها السلطة الخامسة. الآن السلطة هذه زادت وليد صغير شيطان، نزقه يركض بسرعه يوصل. هذا اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تويتر، انستغرام، واتساب، هالامور هذه كله بوها. فالان الاعلام معاك بجيبك، وين ما تروحين اخر الاخبار شنو تبين بمختلف التخصصات، هذه الامور كلها ما ننكرها موجوده. بس يمكن اللي متعود، انا وحده أعشق نكهة الورق الصبح مع لما القهوة وتقعدي تتصفحين لنكهة. بس أنت لما تسافر برا صحافتك معاك، تبي خبر الحين صار في شيء الله صارت قبل نص ساعة تلاقيها بالصحافة، راح تضطرين تنطرين لباكر، فالأخبار كلها بايتة بمفهوم اليوم. بس اليوم أنت قاعد تتابعين اليوم الموقع جريدة القبس، لها موقع بالأونلاين موجود، تتابعين عدد القراء اللي شاهدوا مقالتك؟ إيه طبعا أكيد هذا كله متوفر يعني. فتابعه. بس أنا يمكن لما أحط المقال على تويتر يمكن يكون في متابعين إضافيين وقد يكونوا أكثر، لأن أنا ما أقيسهم باللي قاعدين يردون علي. في ناس تقرأ وما ترد يعني. ليش الصحافة الكويتية ما قامت تواكب هذا السوشيال ميديا؟ في تطور؟ لا، في الآن كل الصحف الكويتية عندها مواقع إلكترونية، كلها عندها مواقع إلكترونية إضافة إلى الصحف الإلكترونية. بس مو مؤثرة يعني كثر السوشيال ميديا، وايد مؤثر في الإعلانات في الدعايات. بالضبط. فأنا أقول لك لأن جمهور السوشيال ميديا صار أضعاف مضاعفة عن الصحف، لأن السوشيال ميديا تكلفته أقل، التوزيع أعلى، المتوفر في كل زمان ومكان، ومن ثم الزبائن موجودين وكثيرين. الصحافة إلى الآن هي صحافة تقليدية، اللي ما زالوا تابعها قد يكون فيهم نوع من أيضا نقدر نقول التقليديين اللي متعودين على الصحف. بس في الآن كل الصحف الكويتية عندها مواقع إلكترونية وتقدرين تدخلين عليها وتقرين كل الأخبار. أستاذ أقبال، بس السؤال جدا مهم. مراسلون بلا حدود وضعت الكويت بالترتيب 103 من حيث حرية الصحافة، نعم، بينما بالسابق نقول في 2008 كنا 61. طبعا. ليش وصلنا هذه المرحلة؟ طبعا لأن في تقييد الحريات، لأن صار في سجن للرأي، صار في ملاحقة لبعض من يكتبون سواء في المقالات أو حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا كله يأثر على ترتيبك في أولويات الحريات الإعلامية، وهذا شيء طبيعي يعني. يعني إلى الآن إحنا مجتمعنا ما وصل إلى المجتمعات الأوروبية اللي في، يعني أنا أمس بالصدفة كنت قاعدة أشوف برنامج توثيقي عن باسم يوسف وبرنامجه، فقاعد يلتقي بواحد مثله في الولايات المتحدة، فهو يقول إنه إحنا، وهذا كلام صحيح، إنه إذا القيادة أو السلطة أو الرئاسة واثقة من نفسها ما تأثر فيها كل ما يثار حواليها من برامج سخرية أو انتقادات وغيرها. الآن إحنا مجتمعاتنا، مو بالكويت، أتكلم مجتمعات العربية عموما أو العالم الثالث كله، لم نصل إلى مرحلة الثقة في الجامدة مثل ما يقولون عند السلطة، ومن ثم تتأثر بما يقال ضدها، تخاف من ما يقال ضدها، ومن ثم تأتي الملاحقات ويأتي العقوبات اللي تفرض عليهم. كتبتي في مقالة في 6/5 الماضي عن سبب التلوث، وكانت قبل شوي معنا فقرة التلوث ونفوق الأسماك. هل برأيك أن كل سنة أو كل عام راح يتكرر نفس الموضوع ونفس المشكلة؟
والله اللي كان قاعد اعتقد على كرسي يمكن اجاب على السؤال هذا. برايك انت الشخصي؟ ايه طبعا انا ما لا يفتي، انا ما اقدر افتي في شغله مو تخصصي، بس حسب ما سمعت انه فعلا قد تكون في فترات معينه من الزمن بسبب حركه تيارات معينه، حراره البحر في الوقت هذا يؤدي الى كثير من النفوق، اضافه الى التسيب اللي عندنا صاير، يعني اللي ايضا كمان تسيب الحكومه يعني. لا مو تسيب، انه هناك في تلويث ومشاهد والكل شايفه، لكن ما في اي اجراء. واي اجراء يعني؟ من اللي برايك راح ياخذ الاجراء؟ نعم، من اللي برايك راح ياخذ الاجراء؟ طبعا لانه الان على حسب القانون الجديد اللي تكلم عنه ضيفكم السابق، اعتقد الان راح تكون هناك متابعه وملاحقه ومحاسبه، والمفروض يكون كذي، لانه الان يكفينا تلوث الجو يعني، حتى راح يجينا تلوث البحر يعني، حتى بالكويت الان كل صبح تشوف الخط الاسود اللي جايك من الدوحه على البحر، كله تلوث. هل النفط اللي قاعد يشب كل يوم هذا شنو اللي يطلع منه؟ كله ملوثات. نعم، كلها ملوثات. يعني يمكن احنا عشنا فترة التلوث الكلي ايام الغزو لما شبوا في منابع أبر النفط. نعم، هذه كانت كلها تداعياتها كلها قاعد تطلع علينا اليوم. صحيح استاذ اقبال، اليوم حتى نقلق محور الحريات، اليوم شنو نحتاج حتى نرجع مثل ما كنا حرين، نقول اللي بنقوله، ما حد يحاسبنا؟ بالعربي رد البيت حط راس على المخده ما حد يكلمك. هل دور لمجلس الامه؟ شوف انا مو مجلس امه، انا اقول لك بعد ايضا لازم نعترف انه احنا لغتنا صارت شوي منحدره اكثر من الاول. اول كنت تنتقد بس تختار الكلمات وتنتقد باسلوب جميل، اليوم صار الانتقاد في نوع من السب والقذف والاتهامات الغير صحيحه، هذا النوع يجب ان تلاحق. يجب ان تلاحق لان فيها اساءه لسمعه اشخاص، اساءه لقيادات معينه. ممكن انا ما اقول لا نوقف اي ملاحظه، ولكن هناك طريقه بالتعبير. انا ممكن اقول ان انت مو قادر تدير الحوار، بس اقول ان انت لا تتوفر فيك القدره الكافيه على اداره هذا الحوار، ويجب ان تطور نفسك، يجب ان كذا، لان هذا المفروض ما يقعد على الكرسي الا اقوله باسلوب. يجي واحد يقول انت اللي فيك وما فيك، لا الاسلوب مختلف. بس استاذ اقبال ما حد يتقبل هالموضوع هذا، يعني على كثره الحين في السوشيال ميديا ظاهره وايد كبيره الحين ان الاسلوب هذا لازم يتحاسبون. طبعا من اللي يحاسبهم؟ لا يتحاسبون اكيد الجهات الان، كل وحده كل يعني في جهات متخصصه تقدر توصل لك. اليوم نتكلم عن التشريع، وين التشريع؟ لازم في تشريع. التشريع موجود موجود، ولا شلون صارت في عمليه المتابعه والمحاكمه وين مجلس الامه اليوم؟ مجلس الامه ليش ما يحاسب؟ الاغلب ترى مجلس الامه يشرع المفروض. في كثير من الناس اليوم حسابات وهميه موجوده، تدشي عليه انستغرام مثلا، تدشي على كاونت حسابه صفر ويسب بغلط ولا تصيده. ترى حتى المباحث حيصير في السالفه هذه، يا ما يجي واحد واضح حاط اسمه ويتكلم هذا ما يخاف روح يتحاسب، لكن حساب الوهمي وين تصيده؟ هذا بالضبط هو هني يعتمد على هالجهات هذه، المفروض تكون عندها قدره على متابعه كل كل ما يسيء لاي انسان لاي موضوع لاي مسؤول، اذا ما كان عنده فعلا الاثباتات وال يعني مثل ايضا ما تفضل الضيف اللي قبلنا اللي قال انه ايضا في الان بدوا يتعدون على البيئه وعلى الامور هذه كل ابوها. مشكله احنا صرنا مجتمع يعرف كل شيء، كل شيء يسوي يعرف كل شيء بالبيئه ويعرف لان ما يعرف كل شيء. بعض الناس لانها ما تعرف كل شيء فبتفرض عضلاتها بامور خاطئه وامور غير دقيقه وغير صحيحه. احنا مشكله كلنا صرنا سياسيين واقتصاديين وفنانين، كل شيء نسوي بالضبط. اي معقول الكويتيين يعرفون كل شيء كل شيء عليهم. استاذ اقبال خلني شوي ندش بموضوع اجتماعي شوي. نعم، من وراء سيره اقبال بحياتها الفنيه عفوا حياتها الاعلاميه؟ طبعا اكيد المحيطين حوالي، لو ما دفعهم، لو ما ثقتهم فيني، لو ما تقبلهم لي، كان شوي العمل الاعلامي في كونه كان ما هو سهل يعني، لو ما اسرتي فعلا كانت متفهمه هالموضوع هذا، اكيد الزوج هذا له تاثير 90%، لان لما يشوف زوجته مشغوله او وقتها وما تحس المرأة الموظفة العاملة أن هناك من يدعمها أكيد ما راح تنجح، لأن أنا كان مثلي في ذاك الوقت أفضل مني بكثير
بس ظروفهم الاجتماعيه ما ساعدتهم، فتركوا وجلسوا في بيوتهم. انا الحمد لله انه انا وصلت الى ما وصلت له، واليوم اجني كل شيء، هالامور هذه كلها الحمد لله. يعني استاذ اقبال، انت اليوم مع مقوله ما اعز من الولد الا ولد الولد؟ لا مو معها. لا لا، شوف، معزه الولد شكل، معزه الزوج شكل، معزة الحفيد شكل، كل واحد له معزته. بس المقولة هاي طلع لي مو جديدة، يعني دائرة عند المجتمع. وهذا ردي عليهم، لو يقولوا معز الولد لولد الولد، لا، الولد عزيز والولد الولد عزيز والحفيد عزيز، بس المعزة تختلف. يعني كل شيء له تايب معين. عارف شلون؟ يعني مثل عندك سلة الفواكه، تحب هالفواكه كل ابوها، بس كل واحدة لها نكهة. ما تقول والله أنا أحب هالشغلة أكثر من هالشغلة، لا، حتى العيال. نعم. كل واحد له غلاته على حسب تركيبته، على حسب الشخصية مالته، بس كلهم عيالك. ما تحبهم كلهم طبعا. كلهم تحبهم. بس هذا قربة لك أكثر، هذا شخصيته أكثر، هذا محبته، هذا كل واحد. بس الأمانة ترى إجابتك كانت جدا صريحة. طبعا. الكثير من تسألهم هذا السؤال، الكل يقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد. الولد. لما تجي حق العيال يقول لا كلهم أحبهم. تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لما الواحد يصير يد أو يده خلاص يكون طاح حيله، استسلم حق هالياهل، فيجي هالياهل يكون مالكه كله، ما يبي، وهو اللي يحرك. يعني انت لما صرتي يده طاح حيلك خلاص باللي عليك؟ لا لا لا، انا للحين عشان كذي انا وايد شديده معاهم الى الان. مو بس ما شاء الله على الشر، مو لايق انك شديده. لا اي والله اعتراف حلو. الكويت وين رايحه؟ شوف، الكويت ان شاء الله رايحه الامان، وان شاء الله رايحه الى التنميه، وان شاء الله رايحه الى التطور، وان شاء الله نرجع مثل ما كنا واكثر، مع الامل. بس الامل مو اقعد اقول ان شاء الله، الامل الامل، وابتدي بروحي. نعم. اشتغل، اعمل، ابادر، شغله غلط انبه عليها، شغله اقدر اصلحها اصلحها، اقدر اتكلم اتكلم، اقدر اكتب اكتب، اقدر اعمل مداخله اعمل مداخله، اقدر اشارك في حوار، اقدر. ما نبي يعني تتسيد روح التشاؤم وروح الاحباط وهذه الامور، هذه كلها ما المفروض تسود علينا. لازم نكون احنا متفائلين، مقبلين، محبين، لان دائما يقول راح اقول انا راح اصير انا حلو، راح اصير حلو. صحيح. انا ضعيف، تحس انك ضعيف، الضعف يجيك كذي يركض عليك. لما تقول انا خلاص تتشبع بالانا، انه انا اكون بوضع اصح، والكويت ان شاء الله راح تكون بوضع اذا كل واحد فينا تحمل مسؤوليته. ما قعد وقال وي ما عليك خلق مع كاري، في ناس قاعدة تحكي، لا. نعم. كل واحد مسؤول عن كل شيء في هذا البلد. نعم. بلدنا حلوة. أكيد. حلوة طبعا. حلوة، وفيها ما شاء الله قاعدة رائعة وجميلة، بس تحتاج انه احنا كل كلنا نتعاون. ان شاء الله. والخير قدام. نعم. ان شاء الله. ان شاء الله في تنمية متطورة. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ اقبال، الحين كل ما صارت مشكلة راح يصير فيها لجنة. ويشكلون لجنه. هل برايك ان اللجنه اللي قاعده تتشكل قاعد يحلون المشاكل اللي قاعده تصير؟ والله شوفي، ما نقدر نظلم نقول كل اللجان كلام فاضي، لا، في لجان قاعده تشتغل شغل رائع، وفي لجان قاعده تشتغل شغل من تحت لتحت بدون عن بدون بهرجه. نعم. اعلاميه. نعم. وقاعده تنتج وقاعده يعني تعطي، ولكن بعض الاحيان عمليه تشكيل اللجان هو عباره عن رفع المسؤوليه. انا مالي خلق هذه اللجنة، خليها تقوم تسوي شغلها. اللجان طبعا هذا سيستم وهذا نظام عمل داخل أي مؤسسة، إن عشان في شغلة لجنة تحقيق، ما تقدرين أنا وحدة أقول والله هذا غلطان ولا هذا غلطان، لازم تكون لجنة متخصصة قانونية تتولى قضية معينة. فاللجنة على حسب من فيها. نعم. إذا يشتغل فهي لجنة من أروع ما يمكن، وإذا يشتغل وما حد يرد عليه فهي منقوصة بقصوص جناحها. هذه المصيبة شكبرها عاد إذا يشتغل ما. فأنت عشان كذي لازم تكون متكامل. صحيح. لجنة متخصصة، لجنة عارفة إيش تسوي، ولجنة لاقية جهات تتجاوب معها، ومن ثم تتناغم مع كل النتائج اللي توصل. أستاذ إقبال، إحنا سعيدين في لقائك وتشرفنا فيك. تسلم. الكلمة الأخيرة لك اللي تحبين تقولينها. لا والله أنا سعيدة في الوجود، وجودي معاكم. أرجع وأكون، لأنه أنا كاتبة مقال أحمل هم وطن حقيقة نابع من القلب. أتمنى فعلا من الجميع أن يحب الكويت ويصر على أن يحرك العجلة إن شاء الله عن طريق تحمل المسؤولية. صحيح. يعني هناك في جهات، في كويت نيدز يو، هذه جهة شباب، مجموعة شباب قالوا بلشنا ملينا من كثر ما احنا نتحلطم، خلينا نسوي شيء. فأنا الحين لما أمشي ألاقي حفرة أصورها أدزها لهم، تي ثاني يوم
كل شيء شغال. صحيح. فهي مجموعه شباب لانها تحب بلدها خذت الجانب التنموي في الموضوع. نعم. هذا اللي نبي ان شاء الله يكون موجود عندنا إن شاء الله. كلنا استمتعنا وايد في اللقاء سعد اقبال، ان شاء الله نشوفك على خير. شكرا اعزائي المشاهدين، راح نكون مع فقره الهبه ونرجع معاكم. الهبه